تعالى معايا يا مصطفى. حاضر. صباح الخير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. فانت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكايه اللي عايزه تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت امرك، احاول. استاذن حضرتك. اتفضل. بقول لك ايه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهارده كمان. حاضر، تحت امرك. ماشي. ايه يا بهاء؟ انا كويس. بعد ساعة؟ لا لا، هجي لك بعد ساعة. طب قول لي الأول، هي عاملة ايه؟ طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجي لك. ها؟ صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. أوريد حضرتك. ايه الاخبار يا بهاء؟ هتفوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد، هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. ايه اللي حصل؟ انا يا ستي اسف، انا خبطتك بالعربيه وبعدين اغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني انت سليمه، في شويه كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع دماغي. معلش عشان في كدمة جامدة بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسألك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ مش عارفة افتكر حاجة، مش فاكرة حاجة خالص، مش فاكرة. دماغي.